مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من امام الدائرة 15. هادو الساكنة ديال الحي الحسني اللي كيتواجدوا امام الجردة ديال درب نجمة، واللي ما عجبهمش الحال بخصوص واحد صاحب شركة ديال الالعاب الترفيهية بغى يدير لهم لافوار قدام الديور ديالهم، مع العلم ان موسم الصيف ما بقى ليه والو غيسالي، وموسم دراسي جديد حتى هو مقال ليه والو غيدخل، وهاد الناس بغاو يديروا لهم الالعاب الترفيهيه عوض ما يديروا لهم شي حاجه يعني اللي غيستافدوا منها الدراري. فغنخليكم مع الساكنه غيحاولوا يقربونا من شنو واقع وعلاش جاوا للدائره الامنيه ديال الحي الحسني. سي عزيز السلام عليكم. مشاهدين قناه شوف تيفي، اليوم السبب ديالنا الحضور للدائره الامنيه 15 هو ان بعد ما تسدوا لنا جميع البيبان اللي طرقنا جميع البيبان قد المسؤولين. انا كنهضر على النفس ديالي كواحد من ابناء الساكنه الحي الحسني وناشط حقوقي وفاعل جمعوي. انا ما كنهضرش بسميه اشخاص، كنهضر بسميتي انا. انا كنقول لك بان هذا ما وقع في الحي الحسني ما هو الا ضرر نفسي الحق بي انا والحق بالاسره ديالي الصغيره والكبيره. ونفتحوا هنا القوس، شنو هو النوع ديال الضرر اللي لحق بي؟ هو انني اليوم البارح هو البارح كنت مريض، غادي نخرج باش نتمشى، ما كاينش فين نتمشى في الحي الحسني، كاين الكراراف، كاين الفضاج، جردة عامرة بالشماكرية، ما كاينش، هذيك البلاصة هي المتنفس الوحيد ديالي. قلت أنا اش غندير؟ غنمشي نتمشى أنا والأم ديالي. فعلا كنهز الأم والوليدات ديالي وهذا وكنمشي نتنفسوا. لكن الفجأة هو أننا من يوم أخطر من ذلك، هو أننا من دزنا اليوم من حدا الدائرة الأمنية 15 وكغادي نتمشى كنتصاب نتفاجأ بسياج ديال واحد المنطقة. هذيك المنطقة كنا في 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 طريق أزمور. جيت نشوف لقيت ما مر ما ملكي عمومي. رئيس الجماعة المحترم. نعم. نعم. السيد رئيس الجماعة قالك راه ما عندوش مانع. أنا جيك أنا جيك الهضرة. المدير ديال الشركة يستغل ديك. لا سيدي عنده مانع. ما عندوش مانع. لا عنده مانع. عنده مانع أنه يستغل ماشي مشكل. ما نمنعوكش. سير استغل ودير أي حاجة. لكن ما تحرمنيش. ما تحرمنيش من المتاع ديالي ندوس. ما تسيجش ليا، كتعرف ان الملك للدولة، الملك ديال الدولة ممنوع عليه يسيجو الا لكان في اطار المنفعة العامة. اش من المنفعة العامة هذه اخويا؟ غتجيب لي راه فاش تخلصات ولا غتخلصات؟ امشي معك اكثر من ذلك. والقانون 113 على 14 المادة 5 كتمنع على رئيس الجماعة يفوت عقار ملك عمومي للخواص وللكارديانا ولاي شخص كما بغى يكون نوعه. الملك العمومي لا يفوت الشريف. امشي معك الاكثر من ذلك. هو انني انا من لقيت السياج دار توجهت للدائره الامنيه. علاش توجهت للدائره الامنيه؟ لان ضباط الشرطه القضائيه غيديروا لي محضر معاينه ومحضر ديال الاقوال ديالي ونتابع فيه كل من سولت له نفسه. الشطاط لان هذا كيتعتبر شطاط وجبر الضرر ليا، لان الامن هو الحلقه الوحيده بصفته انه كيعمل تحت السيد وكيل الملك. وسيد وكيل الملك راه ضابط سامي الشرطه القضائيه وملزم بتطبيق المساطر. اذا المحضر ديالي خصو تنجز اليوم. انا كنحمل المسؤوليه عليه كل شيء كنحمل المسؤوليه كبيرهم وصغيرهم. اسيدي انا مولف كنتلاقى مع الشجره تما كنعنقها، تحرمني من الشجره تنعنقها، عندك ترخيص ديال المياه والغابات تحبس عليا. وهذا الترخيص اللي عندك مبدئي ديال رئيس الجماعه، وريني القانون 113 14 الماده 5 ممنوع عليك ترخص. الا كنتي غترخص رخصوا ما يسيجش. انا عندي بقعه ارضيه ومنوع عليا السيج. قول لي علاش؟ حيت خاصني رخصه من الجماعه واخا في الملكي، وما بالكم من الملك العمومي اللي هو كنمرد فيه انا وكتورك فيه انت. خلاصه بين قوسين انا كنوجه النداء ديالي الناس الغيورين على هذه البلاد. الله يرحم لكم الوالدين. سيد وزير الداخليه صفط لنا لجنه تكون مهمتها كالتالي فتح تحقيق معمق على التريبورتولات اللي مشاو وصيفط لينا على هاد الناس اللي ولاو كيبيعوا يشرو في ضمائر الناس. انا اليوم ملقيتش فين نمشي، ملقيتش منين ندوس، اش غندير؟ لمن غنلجا؟ وانا مريض، انا كنبغي نتمشى. الجردة فين جات؟ الجردة جات على طريق ازمور. طريق ازمور ما كاينش السياج، ما كاينش رخصة باش تسيج، كاين رخصة مبدئية. حط مشروع ماشي مشكل. هما دابا حاطين هادو، هما حاطين، حنا منعناهم ولكن ما تسيجش. لا بغيت ندخل كيفاش ندخل؟ خاصني نخلص باش ندوز من الممر العمومي. راه هزولات، راه كنهضر معاكم. حقي في الفصل 31 من الدستور. الموسم الدراسي على مقرب يعني بقى لي غير
هذا هو السؤال. شوف 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 واش ولادكم غيقراو ولا غيلعبوا؟ انا كنهضر على راسي. انا كنهضر بعدا، انا خاصني واحد نص ساعه في النهار كنتمشى. عندي الام ديالي مريضه، خاصها نص ساعه باش تمشى. فين غتمشى؟ تمشى وسط القرارص؟ ها غتمشى وسط الجرده؟ اليوم انا منين جيت من جيت كمواطن مغربي، جات الدائره الامنيه باش يحرروا لي محضر الواقعه، باش ممكن انا ديك الساعه نتقدم معاهم، لانه واخا تكون رخصه ما عندوش الحق يصدر الرخصه ومشي معاه التقاضي والقضاء فاصل بيننا. خذوا ما عندنا مونسيو، شكرا للضابط رحمه، شكرا للسي نبيل، ولكن علاش ما يدارش ليا المحضر ديالي؟ علاش هاد الجهات كتمنع ان عزيز يدار ليه المحضر ديالو؟ واش كاين شي جوليات عليا؟ راه ناس مواطنين بحالنا بحالنا، راه غدا غتغدا راه شبر وربعه غنمشيو. انا ما كنتهم حتى شي جهه، انا كنتهم هاد الرخصه اللي دارت ما يسيش بها، ما يديرش التشييش، لان باش تنزع ليا الملكيه ما تنزعهاش. هيدا ولدي الله يرضي عليك. ما تنزعهاش. وشكرا، ونخليو الاخوان حتى هما اللي كانوا اليوم. هيا الاخوان. معايا مولاي، السلام عليكم. تفضل تفضل. عليك السلام ورحمة الله. معايا مولاي، شنو واقع في الزرده؟ أنتم أحد الساكنة، شنو واقع في الزرده؟ بالنسبة للحديقة كما قلنا في عدد من المنابر، هذه الحديقة هذه فيها واحد المشكل ديال على انها مهمله اولا وقبل شيء، بزاف ديال الحوايج منها نجبدوا غير المساله ديال الاناره، كاين المساله ديال الغرس، كاين بزاف ديال الحراسه، كاين بزاف ديال الحوايج. المشكل اللي كان مؤخرا وهو نجات شركه كنوضوا في الصباح كنلقاو ان واحد الناس عمال ثلاثه كيسيجوا واحد المكان اللي من المفروض انه كيلعبوا فيه الوليدات، ما كاينش العاب على غير الدار البيضاء كامله، ما كاينش العاب، ما كنمشيو للاحياء المعاريف، كتمشي للعين السبع، فما كتمشي كتلقى واحد الالعاب مجانيه داخل الحضاره. الحي الحسني الوحيد، وانا الناس دابا شتي دابا كيلعبوا كيجيبوا لعبوا وليداتهم في واحد الالعاب هنايا كياديوا عليها. تما هذيك الحديقه اللي عندنا عندها تقريبا خمسه ديال الاشطر، الشطر ديال الحريه، كاين فيها الشطر ديال درب النجمه، كاين فيها الشطر ديال درب الوضع، والشطر ديال درب جميله الشاديه، وكاين سيد خادير. هاد المسار كله ما فيش ولو لعبه واحده اللي يمكن للناس تلعب. زياده على هذا، هذيك المنطقه كلها فيها الهشاشه، فيها الناس ما عندهمش، اغلبيه الناس اللي ساكنين تما في درب النجمه هما ناس غير كارين، وسيرتو مني ولا الاستفاده ديال الكريانات تحولوا، ولاو الناس كيقطنوا تما. هذا الاشكال هذا كيزيدوا ناس، كيجيبوا شركه كيعطيوها الترخيص، ترخيص كيقول لك انه لا يرى مانع عند واحد الشروط. هذوك هو قال لك ما عندوش، لا يرى مانع، ما عندوش المانع، ولكن في الرخصه، في الرخصه ان من اتجهنا للناس باش يعطيونا الجواب، نهضر على المنتخب وهذا ما كاينش جواب. حاجه اخرى وهي ان هذيك الرخصه كيقول فيها شروط، من بين الشروط انا واحد المساله اللي انت غدير العاب ديال دير الصوار، والمكان اللي غيتحطوا فيه الالعاب المشكل ديالو انه جا في جوج ديال الطرقان، طريق الزمور وطريق 59. هاد الطرقان هذا فيها الجولان والسير بزاف، واغلبيه كيبقاو حوادث مميته في هذيك المنطقه. انت كيفاش غادي تضمن الدري الصغير غادي يلعب في هذيك المنطقه انه غادي يخرج يهرب لمو يضربوا السياره ويضربوا الموطور؟ مؤخرا كانت وقعات تما في نفس البلاصه ان موطور جا للدري الصغير، استر الله انه ما تصابش شي اصابه باليها. كاين مساله اخرى هي ديال التسجيل. انا اللي بغيت نقطع، انا كمواطن غنبغي نقطع من درب النجمه غادي نمشي للجهه الاخرى باش ناخذ طاكسي باش نهبط انا في مثلا سي عبد الرحمن، غادي نجي ونلقى واحد السياج، علاش دير لي انا سياج تما؟ واش حنا في الفصل ديال الابارتايد؟ هذاك الشيء مشى ما بقاش. حشومه ان تجي انت، كنتسناو منك كمنتخب جهه منتخبه ان تشوفني اش خصني انا كولد، حنا ولاد الحي الحسني كنجيو كنتفاجئوا. بغيت غير سؤال غادي نطرحه على جميع المنتخبين كما كان، وهذا حتى السيد الوالي، الحي الحسني ما فيش الاضافه، ما كاينش اضافه في الحي الحسني، تطوار دار نص الستينات باقي، علاش هاد الظلم هذا؟ زيدوا كاين مساله اخرى. عندي واحد الاضافه اللي هي خفيفه في اللسان وثقيله في الميزان، انا كنوجه النداء ديالي اليوم، السيده العامل عامله مقاطعه الحي الحسني، السيده عامل مقاطعه الحي الحسني، اولا كنلتمس منك بصفتي احد ساكنه الحي الحسني هو انك تفيدي اللجنه، واللجنه تكون المساءله ديالك الرئيس الجامعه، لان رئيس الجامعه والسيد القائد المحترم خصو يراقب بان السياج ما خصوش يتعطى، السياج ما خصوش يتعطى،
ما خصوش يدار السياج الملك العمومي، هذاك راه فضاء، راه تابع المياه والغابات، عده 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 جهات مختصه داخله في هذاك القطاع. وشكرا لكم. اذا مشاهدينا حتى لهنا غادي نوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. الساكنه تكلموا على هذا الموضوع، يعني اللي داير ضجه دابا هنا في الحي الحسني، الزرده اللي تسيجات لان واحد المدير ديال شركه ديال الالعاب الترفيهيه خدا رخصه، على ما سمعنا يعني رخصه مبدئيه من عند السيد رئيس الجامعه اللي ما عندوش المانع باش يتحط تما الالعاب والناس لحقهم الضرر. جاو داروا الشكايه لدى المصالح الامنيه وكيتمنوا تدخل ديال السيد العامل وجميع المسؤولين بهذا المنطقه. خويا شنو رسالتك اليوم للناس المسؤولين؟ رسالتي للناس المسؤولين يشوفوا شويه من هاد من حالات الساكنه ديال درب النجمه، راه المتنفسكم ديال الدار لا لحقنا هو السياج. دابا السياج كان عندنا شويه ديال الخطر، يعني الدري تيخرج من الدار تيمشي للحديقه كان واحد كاين شانطي، دابا ولا خاصو يجيب لينا الدوره يمشي للشانطي الكبيره على طريقه زمور على عبد الهادي بوطالب. والحاجه الثانيه وهو المساحه الارضيه اللي فين غيدير هذاك البارك ما كافياش، لا هو لا المواطنين. يعني الا درتي نتايا هذاك البارك تما خاص الانسان ما يبقاش يدوز من ديك الحديقه. والحاجه الثالثه وهو احنا ملي هضرنا احنا هكا راه ما تنهضروش باننا احنا شي ناس مريقيه ولا شي ناس اللي هي باغا تاخذ الفلوس ولا تدور معايا باش نسكت ولا انا جيت باش نرفع الضرر على راسي. تنتفاجئ بالهضره اللي تطروش في الحي الحسني وفي بالاخص في المنطقه اللي تنسكن فيها انا بان هاد الناس تحرضوا في السكينه. شكون اللي كيحرض؟ زعما حنا تنحرضوا السكينه بان هاد الشيء هذا لوبي جا باش يدير هنايا لي جو الدراري وهذا. حنا ما يمكنش لينا ما عندنا علاش غنحرضوا، حنا تندافعوا على الحقوق ديالنا. ما يمكنش لهذاك السياج يبقى تما وما يمكنش لهذاك البارك يدار تما اصلا. لان كاين فرق ما بين حديقه متنفس وحديقه ديال الالعاب. مشي شوف شي بقعه في حي الحسني الا كاين. واش كاين شي مسطره نزع من الكي العام؟ نزع من المنفعه العام؟ ما كايناش، ما كاينش مسطره. تفويت هذه راه طامه وعلى حسب ما تيروش وتنسمعوا. ما عندناش اليقين عليه. وهو راه الدوله راه ماشي راه الدوله راه خصات واحد المبلغ مالي باش كاع لهاد المناطق الخضرين يدار فيهم ماتيريال ديال السبور. هادشي اللي سمعنا. وملي غادي دير لي انت داك السياج تما غادي تحرمني ثاني من هذاك الماتيريال باش يتحق ليا تما. يعني ملي غيجيو يلقاو عامر الاولى والاخرى تنطلبوا من الله والسي مهدية والي ديال هاد المدينه هادي يشوف من هادشي ويجي يدير شي صيفط شي لجنه دير شي تقرير لهادشي. وشكرا.